أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اختصارات نحوية تنفع الطلبة المهتمين باللغة العربية، اجتهدت في نشرها، في شرحها عفوا، وتقديمها لكم. وأصل هذه القواعد مقال للدكتور عبد العزيز الحربي، تجدون رابط تحميل أصل هذا العمل في الوصف إن شاء الله تعالى. إذن هذه بعض القواعد تعينك في فهم اللغة العربية وتحصيل قدر كبير من قواعد اللغة العربية. إذا صبرت مع هذا التسجيل فإن شاء الله تعالى أنا أضمن لك بإذن الله تعالى أنك ستتعرف إلى كثير من النحو. وإن كنت تعرف بعض أو تعرف كل هذه القواعد النحوية، لكنك سوف تضبطها بهذه القواعد التي سنبدأ في شرحها الآن بإذن الله تعالى. إذا أولا، الأصل في الأسماء الإعراب. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل الأسماء معربة، هذا هو القاعدة. الأصل في الأسماء معربة. لما تكون أمام اسم فأنت تتحير هل هو معرب أم مبني، تتذكر القاعدة مباشرة، الأصل في الأسماء الإعراب أنها معربة وليست مبنية. استثناء، لكن هناك استثناء فقط. إذا الأصل في الأسماء كلها مبنية ما عدا هذه الأمور الستة التي سأذكرها لك. إذا انظر إلى هذه القاعدة كم تنفع الإنسان، فعندما يجد اسما إذا وجده من هذه الأمور الستة فإنه معرب، وإذا لم يكن من هذه الأمور الستة فهو مبني حتما. أولا الضمائر كلها سواء كانت متصلة أو منفصلة فهي تكون مبنية. إذن أسماء الإشارة أيضا ما عدا هذان وهاتان، لأن هذان وهاتان يلحقان بإعراب المثنى، والمثنى طبعا يكون مرفوعا بالألف ومنصوبا ومجرورا بالياء. أيضا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة مثل ما عدا اللذان واللتان فهما أيضا يلحقان بالمثنى، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وبعض الظروف. إذن أعيد، الأصل في الأسماء الإعراب كل الأسماء معربة ما عدا هذه الستة فإنها تكون مبنية. القاعدة الثانية وهي أن كل حرف مبني، الحروف كلها مبنية، ليس هناك حرف معرب. إذن الحروف كلها مبنية، كل حرف مبني. مثل طبعا لماذا الحروف مبنية؟ لأن معناها مستفاد من لفظها في الجملة بدون الحاجة إلى إعراب. مثلا لما تقول محمد في الدار فأنت تفهم أن محمد في الدار، تفهم أن الدار حوت محمدا، الدار حوت محمدا، فلا حاجة إلى الإعراب، إلى إعراب في، ولكن نكتفي ببنائها لأن المعنى يفهم من سياق الكلام دون الحاجة إلى إعراب هذا الحرف. أما المعرب فهو الذي يحتاج إلى إعراب للدلالة على معنى. الإعراب أصلا لماذا وجد؟ من أجل فهم الكلام، لكن الحروف تفهم دون حاجة إلى إعراب، فكل حرف مبني. أمثلة ذلك، هل حضر زيد؟ إذن حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فنحن نفهم أن هل تكون للاستفهام ولا حاجة إلى إعرابها. وكذلك الأمر مع حرف النفي ما، وحرف الجر بحرف ما، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وبي أيضا مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يا أبي، إذن حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إن زيدا قائم، حرف إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذن تلاحظون أن هذه الحروف كلها، أن هذه الحروف كلها مبنية و لا محل لها من الإعراب، ولا داعي لإعرابها فإن معناها مفهوم. الحركات ثالثا، الحركات هي الأصل في الإعراب. هذه القاعدة الثالثة، الحركات هي الأصل في الإعراب، وقد يكون الإعراب بالحرف أو الحذف. انظر إلى هذه القاعدة كم جميلة وكيف تلخص لنا هذه الأمور التي سوف نشرحها. إذن الحركات هي الأصل في الإعراب، الحركات نقصد بها الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لكن قد يكون الإعراب بالحرف، بالحروف الألف والواو والنون وغير ذلك، عفوا ليس النون، الألف والواو والياء، أو بالحذف، هنا حذف النون أو حذف الياء. إذن
أقسام الإعراب، ينقسم الإعراب إلى 4 أقسام، وهو الرفع والنصب والجر والجزم. إذا نبدأ بالرفع. علامات الرفع وهي الضمة والواو والألف والنون، ثبوت النون في الأفعال الخمس. إذا علامة الرفع الأصلية وهي الضمة، فهي علامة أصلية للرفع. مثلا يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن قد يكون الواو علامة للرفع وهو حرف في مثلا في الجمع المذكر السالم، مثلا المسلمون يصلون، المسلمون مثلا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وقد يكون الألف علامة رفعه المثنى الرجلان قادما، فالرجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وثبوت النون في الأفعال الخمسة، مثلا يجاهدون أو يدرسون أو يقومون. إذا هذه كلها أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت لأنها من الأفعال الخمسة. إذا النصب أيضا حركته الأصلية الأساسية هي الفتحة. مثلا إن العلم ينير العقول، في العلم اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لكن قد ينصب بالكسرة وبالياء وبالألف وبالنون، حذف النون في الأفعال الخمسة. إذا الفتحة هي علامة أصلية، لكن قد يكون النصب بالكسرة في جمع المؤنث السالم، كأن تقول إن المكتبات واسعات، إن المكتبات كثيرة هكذا. إذا تكون الكسرة علامة نصب في جمع الإناث، وقد يكون النصب بالياء في المثنى وفي الجمع، وقد يكون النصب بالألف في الأفعال في الأسماء الخمسة وهي أبو وحمو وأبو وأخ وحمو وفو وذو. إن أباك رجل كريم، إن أباك رجل كريم. إذا أباك اسم إن منصوب علامة نصب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. وحذف النون، مثلا لن تركبوا القطار، إذا تركبوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ننتقل إلى الجر، وإن الجر طبعا يكون بالكسرة، لكن قد يكون الجر بالفتحة وقد يكون بالياء. يكون الجر بالياء في الجمع المذكر السالم وفي المثنى، وقد يكون الجر أيضا بالفتحة في جمع الإناث. الجزم علامته السكون، وهي علامة أصلية، لكن قد يكون الجزم بالحذف في الفعل الذي ينتهي بالياء، فأنت تقول مثلا لن أمشي، فهنا تجزم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. القاعدة الرابعة وهي أن المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه مرفوعات. إذا أعيد، المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه، هذه 4 كلها مرفوعات. هذه قاعدة تثبت لك الأمر برمته في ذهنك. أمثلة ذلك: السماء صافية، مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. المثال الثاني: طالع محمد الكتاب، محمد فاعل. المثال الثالث وهي سمع، مثال الأخير: سمع الدوي من بعيد، فسمع فعل ماضي مبني للمجهول، الدوي نائب فاعل. القاعدة الخامسة وهي أن كان وأخواتها ولواحقها، لابد أن تنتبه إلى كلمة لواحقها، رافعة للمبتدأ ناصبة للخبر، وأن إن وأخواتها ولا نافية للجنس ناصبة رافعة، أي إن أي أن حروف كان هي عكس حروف، أو أن الأفعال كان وأخواته هي عكس الحروف إن وأخواته. هناك نواسخ تامة التصرف، وهناك ناقصة التصرف، وهناك الجامدة. فالتامة التصرف وهي كان، لأنها تتصرف في الماضي والمضارع والمستقبل، وتفعل يعني للأمر، وتفعل عمله هو الرفع المبتدأ ونصب الخبر جميعا في هذه الأحوال، فتقول كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وهكذا، مع أضحى وما ظل وأمس وبات وكان. وهناك ناقصة التصرف، مثلا بمعنى أنها تتصرف في زمانين فقط، لا تتصرف في الزمن الثالث. مثلا: ما برح وما يبرح، وما انفك وما ينفك، وما زال وما يزال. وهناك كأن تقول مثلا: كان الفارابي عالما، كان الفارابي
عالما. وهناك جامدة وهي لا تتصرف لا في الماضي ولا في المستقبل، ما دام وليس. طبعا إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل كلها من أخوات إن وأن تفيد التوكيد، وكأن تفيد التشبيه، ولكن تفيد الاستدراك، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الرجاء. القاعدة السادسة وهي لا النافية للجنس ناصبة رافعة. كيف نفهم ذلك؟ لا النافية للجنس هي أداة تستعمل لنفي الحكم نفيا عاما عن جميع أفراد جنس الاسم الواقع بعدها. مثال ذلك، طبعا بالمثال تفهم إن شاء الله تعالى، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فهنا اللام هذه نافية لجنس الرجال في الدار، لا يوجد رجل واحد، نافية لجنس الرجال عموما، لا رجل في الدار. تعمل لا النافية للجنس عمل إن فتنصب الاسم ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبره، فنحن نقول لا رجل، انظر لا رجل في الدار، في الدار شبه جملة، ذلك بشرط أن يكون اسمها نكرة متصلة بها. إذن بشرط أن يكون اسمها نكرة متصلة بها، مثل لا مجتهد، إذن مجتهد نكرة ومتصل باللام لام النافية للجنس. إذن مجتهد اسم لا منصوب، على منصوب بفتح ظاهر على آخره، ومحروم خبر عفوا خبرها في محل رفع. ظنه أخواته تنصب الجزئين، تنصب يعني الاسم والخبر. إذا ظنه أخواته أفعال تامة ناسخة تدخل في الجملة، تدخل على الجملة الاسمية بعد استيفاء فاعلها، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا لها، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا لها. تنقسم ظنه وأخواتها إلى قسمين، لابد من الانتباه الى الشرح. تنقسم ظنها واخواتها الى قسمين، افعال القلوب وافعال التحويل. اذا اعيد، ظن تنقسم الى قسمين، هما افعال القلوب وافعال التحويل. سميت افعال القلوب لان معانيها متصله بالقلب بالتحويل من حيث العلم او الظن، وافعال التحويل او الصيروره وهي واضحه الدلاله على التحويل. طبعا بالأمثلة سوف يظهر الأمر كله. وتنقسم أفعال القلوب إلى قسمين، أحدهما أفعال اليقين وهي ست أفعال، وثانيهما أفعال الرجحان وهي ثمانية أفعال: ظن وحسب وخال وزعم وعد وحجى وغير ذلك. المفاعيل خمسة منصوبة كلها، المفاعيل خمسة منصوبة كلها. أول المفعول به وهو معروف، اسم منصوب يبين من أو ما وقع عليه فعل الفاعل. والمفعول المطلق هو مصدر منصوب يذكر بعد فعل من لفظه للتوكيد أو بيان نوعه أو آلته أو عدده، كأن تقول مثلا لعب لاعبا، أو كتب كتابة، أو شارك مشاركة، وهكذا. المفعول فيه وهو ظرف للزمان أو ظرف للمكان، والمفعول لأجله وهو ما كان لي السبب، أي سبب حدوث الفعل. مصدر منصوب يوضع بعد الفعل لبيان علته، أي مثلا كأن تقول شاركت في المسابقة رجاء أن أنجح. المفعول الأخير وهو المفعول معه، اسم منصوب يقع بعد واو تسمى واو المعية، يكون بمعنى مع، الدلالة على من حصل الفعل بمعيته. القاعدة التاسعة وهي أن الحال جواب كيف، والتمييز جواب ما. وغالبا ما يقع التلاميذ والطلبة في حيرة للتمييز بين الحال وبين التمييز، مع أن الحال غالبا في العادة يكون جواب كيف، والتمييز يكون جواب ماذا. مثال ذلك: قادم محمد مبتسما. السؤال: كيف قادم محمد؟ ما هي الحال التي قادم عليها؟ قادم مبتسما، إذا فمبتسما تكون حالا. كسبت 50 دينارا. السؤال: ماذا كسبت؟ ماذا كسبت؟ كسبت 50 دينار. إذن الفرق واضح ما بين الحال وما بين التمييز إذا ركزت على هذين السؤالين. القاعدة العاشرة وهي: التعجب ما أجملها وأجمل به، أي ما أفعل وأفعل
هناك صيغ تعجب أخرى مثل سبحان الله أو لله دره أو لله أبوه أو يا له وغير ذلك، مثل ما أعظم الله فما أفعل وأفعل به، مثلا أكرم بك ضيفا، أكرم بك ضيفا. القاعدة رقم 11 وهي أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف، وهذه الجمل مفيدة جدا بالنسبة للتلاميذ الذين لا يستطيعون أن يعرفوا هل هذه الجملة حال أو يعني في محل نصب حال أو في محل نصب أو جزم أو جر، عفوا مع رفع أو نصب أو جر نعت. مثال ذلك طالعت كتابا أفكاره إبداعية، لاحظ كتابا هل هو نكرة أم معرفة؟ طبعا كتابا نكرة، إذن فأفكاره إبداعية جملة اسمية، أفكاره مبتدأ وإبداعية خبر، إذن جملة اسمية في محل رجع القاعدة النكرات بعد الصفات، الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف أحوى. إذن أفكاره إبداعية في محل نصب صفة أو نعت، لماذا؟ لأنه جاء بعد نكرة وهي كلمة كتاب نكرة. إذا نظرت إلى المثال الثاني قطفت الثمار، إذن الثمار كلمة جاءت معرفة بالألف واللام، طبعا لا بد من الإشارة إلى أن التعريف لا يكون بالألف واللام فقط، وهذا بعض الخطأ، بعض التلاميذ يقعون في هذا الخطأ، فإذا رأون الكلمة غير معرفة بالألف واللام فيظنونها نكرة. التعريف لا يكون بالألف واللام فقط، يكون بالإضافة ويكون بالصفة وغير ذلك من الأساليب السبعة للتعريف. إذن قطفت الثمار وهي ناضجة، الثمار معرفة، وبالتالي الجملة الإسمية التي جاءت بعدها وهي ناضجة في محل نصب حال. القاعدة الأخرى وهي أن المضارع معرب ما لم تباشره نون التوكيد أو تتصل به نون الإناث. إذن المضارع معرب، دائما المضارع يكون معرب أي مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره أو ثبوت النون إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم، لكن أحيانا يكون المضارع في حالتين فقط يكون مبنيا، في حالة نون التوكيد ونون النسبة أو نون الإناث. مثال ذلك لا أبحثن، إذن هذه النون نون توكيد، لا أبحثن عن النجاح ولا أبلغنه، إذن تلاحظون نون التوكيد، إذن هذا الفعل المضارع جاء مبني لا أبحث، إذن مبني على الفتح، ولا أبلغ إذن مبني على الفتح بسبب اتصال هذين الفعلين بالنون نون التوكيد. مثال الثاني الطالبات يتفوق، إذا الفعل هنا مبني على السكون بسبب اتصاله بنون النساء أو نون النسوة أو نون الإناث كما يسميها البعض. التصغير يكون بفعيل أو فعيعل أو فعيعل، هذه القاعدة 13، فعيل ويكون تصغير لاسم الثلاثي كأن تقول مثلا سقيف لسقف وعليم لعلم ورجيل لرجل وذؤيب لذئب وليد لولد. وقد يكون تصغير بفعيعل، فعيعل ويكون لاسم الرباعي كأن تقول مثلا مليعب ومسيجد ومنيبر وخنيدق. والصيغة الأخيرة وهي فعيعل بالنسبة للاسم الذي زاد على 4 أحرف كأن تقول مصيبيح وعصيفير وقنيديل إلى غير ذلك. إذن هذه هي القواعد 13، أرجو من الله أن تنال إعجابكم وأن تستفيدوا منها غاية الاستفادة. تجدون رابط المقال الأصلي المفيد جدا جدا في 100 قاعدة من أجل الحفظ في الوصف إن شاء الله تعالى. لا تنسون من صالح دعائكم، ولا تنسوا الإعجاب بهذا التسجيل وغيره من الفيديوهات في هذه القناة ونشرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.